الضيف أولا. نرجو أن تكون الأحوال بينكم وبين ابن هولاكو هادئة. لم يحدث أي شيء بعد من أباقة، خيرا كان أم شرا، ولكنني اتخذت مسار دولتي منذ أمد بعيد. نحن واثقون من هذا يا سيدي. هذا يسعدني، ولكن أود أن تعلم ويعلم الملك الظاهر بأنني خالفت هولاكو لقناعة لا لخوف من أحد. معاذ الله أن نظن بالملك خوفا. الحق أن هولاكو أساء إلى كل من حالفه وخالفه، وقد أثار في نفسي الكثير من النفور، وهذا ما جعلني أرغب عن اتباعه وأميل إليكم. أما فيما يخص أباقة فأعود وأقول إننا لن نحيد عما قررناه من تآخ معكم. هذا ما أردت أن أتحدث به. قل قل يا رجل. بعد أن تآخينا بالدين يرغب الملك أن نتآخى بالنسب. الملك الظاهر يطلب مصاهرتك. تركان، جاءني من يخطبك. يخطبني؟ أجل يا ابنتي، ولكنه ليس بالرجل العادي، إنه سلطان قوي ذو صيت يملأ الأصقاع. الظاهر بيبرس؟ وكيف عرفتي؟ توقعت ذلك منذ أرسل إليك أول مرة. أعلم أنك لطالما تمنيت من يتزوجك لما أنت عليه، وليس لأنك ابنتي. فإن كان ثمة ما يحزنك في هذه الخطبة لاستطيع أن أردها يا ابنتي. إياك يا أبتي، يجب أن نحرص على عدم اتخاذه عدوا لنا. أخبر رسله أنك موافق. واثقة؟ واثقة يا أبتي، واثقة تماما. منصف. يسعدني أنك وجدت وقتا نلتقي فيه. أنت مرحب بك في أي مكان وفي أي وقت يا منصف. أعلم ذلك، ولكن لا أخفيك أنني لم أكن لآتي لولا إرسالك في طلبي، فأنت لا تهدأ لا في الليل ولا في النهار، ولا ينقصك صديق ثرثار. لا تقل هذا عن نفسك، أردت فقط
أن أراك قبل أن يسير الجيش. كيف ستسير على رأس الجيش وعروسك في الطريق إليك؟ لا أريد لشيء أن يقعدني عن همتي في حرب أعدائنا. لست أطلب منك أن لا تحارب، بل أن تنتظر حتى يتم استقبال العروس. انظر، انظر إلى حياتك كم هي جافة وقاسية، لا شيء سوى الحروب والحملات. فات الأوان يا منصف، الجيش أصبح جاهزا. اكتب لفارس الدين أن يصحب العروس إلى دمشق، فهي أقرب إلينا، وأمل أن أراك هناك. تتحدث وكأنني لن أرافقك. حاجتي إليك هنا أكثر من حاجتي إليك في المعركة يا منصف. كما تشاء. حللت أهلا ونزلت سهلا يا فارس الدين، أشكر كرمك. أصلح الله السلطان، كان عليه أن يؤجل حملته، فالعروس تشعر بحزن شديد. كل الأيام التي قضاها في قصري ولم يتعلم مني قط قيمة العروس الجديدة. ذلك هو الظاهر بيبرس، منذ عرفته لا يستطيع إلا أن يكون مشغولا بشيء. لا تعجبني نظرات هذا النائب إلي. ولا تعجبني أنا أيضا، لكننا لا نستطيع أن نفعل شيئا. لا تقلقي، سنرى ما يكون، وإن اقتضت الحاجة سأحدث الأمير. حسنا. أقول إن الوقت قد حان لتدخل على عروسك. ماذا قلت؟ إن الوقت قد حان لتدخل على عروسك. Thank you.
رقية. 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 مولاي،